كريم، شو صار لي عم بحكي من الصبح ولو؟ بعتيله مسج. اعوذ بالله، انا ما ببعت له مسج. اصلا هو مش رح يرد يعني. على فكره ده كاتب ان هو عايش في امريكا بس مش كاتب اني ولايه. يعني معقول يكون رح على امريكا؟ شو رح يعمل هونيك؟ ان شاء الله بيكون عايش بجهنم. شو بعد بدك فيه اختي؟ اختي لو سمحتي، عن كريم ما بنحكي هيك اوكي؟ ما تنسي انه الزلمه بعد جوزي ونحن ما طلقنا رسميا. بعد كل شيء عمله فيك وبعدك عم بتدافع عنه. ولك وطي صوتك، هلا بسمعونا الجيران. اخر همي انت والجيران. يا جماعه اهدوا، مش كده، حرام عليكم بقى. بقول لك ايه يا ياسمين، ما تحاولي كده تعملي له اد على الفيس وحاولي جرجريه في الكلام يعرفي منه هو فين. لا 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 لا، خافك شفنا يا بنتي. ما انت مش كاتبه اسمك الحقيقي على الفيسبوك. ايه بس حتى لو كاتبه ياسمين الجبل يعني اكيد حيعرفني، مش معقول. حبيبتي شو رأيك انت تعملي له اد؟ حبيبتي ما ينفعش، انا كاتبه اسمي الحقيقي وحاطه صوري كلها، بعدين صفحه الفيسبوك بتاعتي مرتبطه بصفحه العياده وهو عارفني كويس. ما تطلعي فيه هيك، حتى لو ما كان اسمي الحقيقي على الفيسبوك، ما كل صوري محطوطين عليه اكيد رح يعرفني. منشان الله، منشان الله، بس قولوا لي شو بدي اعمل. لا معلقه ولا مطرقه وماسكه الخيط من طرف ولا يوصلني لعند كريم. طب شو بعمل؟ ما ساعدوني ولو. جيت حبيبي. شو وين الصغيرة؟ اشتقت لها. لو اشتقت لك نجيت وسألت عنها، ولا ما صدقت اني احرقت عند اهلي. طيب انا رايح اشوفها. لا لا تفيقها، هلا نامت. وليش نايمة من هلا؟ اعطيتها دواء لتنام. شو انت جناتي؟ شو فيها؟ كل العالم تعطي ادوية لاولادها. لك دواء شو اللي اعطيتيها اياه احكي؟ دواء مغص بس بنيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي. لك انت ام، انت انت ام. انا كمان بحق لي اقضي ليلة حلوة معك وشوف حياتي. بتقومي بتعطي بنتك دواء؟ لك منيح اللي ما كانت بنت جوزك، شو كنتي عملتي فيها؟ لسا ما خلق اللي بده يبعدني عنك. لانا انتي شربانة شي؟ هلا اذا الوحدة عم تقول بحبك لجوزها تكون شربانة شي؟ ولا انا سكتت لك تركني بنص الشارع؟ رنا انا تعبانة كتير ومالي خلق على خناق، اذا بتريدي. ايه تفضل، فاقت البنت، انبسطت؟ بحبك. فكرتك نمتي. نغم صاير معك شي؟ نغم شبك؟ نغم الو؟ وسامة؟ يخرب بيتك، فكرت اهلك صار معهم شي. قال لي بحبك. يا سلم. اي على اساس انت ما كنتي حاسه؟ بلا كنت حاسه، بس بصراحه ولا مره قال لي بحبك، قال لي كل شي الا بحبك. وهلا قالا؟ طب قولي لي شو اعمل؟ انت شو حاسه؟ بصراحة ما بعرف، هيك يعني متلبكة ما عاد عرفانة شو بدي ساوي. اي حاجة تتلبكي، زلمة بعت لك انا بحبك، ردي له الجواب. يعني قل له انه انا كمان بحبه؟ يلا استني شوي، طولي بالك علي. بيدو؟ لك ايه والله ماني قدراني اقول له. هاتي. بدك تكتبي له انت؟ ايه جولييت زمانه. لك عم تقولي له انا بحبك؟ لك انت شو؟
مو هيك بكي؟ لك والله خجلاني انا. اوه الله يعيني عليكي. هاي سام صارت عنده يخرب بيتك. اليوم في اشياء كتير تغيرت بحياة كل الصبايا اللي ساكنين هون. بس الأصعب أنه نلاقي حدا إلنا عم ندور عليه سنين ويرجع يضيع من بين إيدينا. بونجور. بونجور. تفضلي. أنا سوري وعاتب. لا لا تفضلي تفضلي فوتي. لك شبكي فوتي؟ ميديا عندي خدمة أطلبها منك. إذا بدك تحكي لي مشان قصة الأجار. لا 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 ما خص الأجار ما خص الأجار. بتعرفي إنه أنا وجوزي تركين بعض صار لنا فترة. أصلا هو اللي تركني يعني مش أنا تركته. وعي فجأة هيك بنهار وقرر يضب غراضه ويفل. إيه بعرف. إيه صار لي زمان كتير عم دور عليه بس امبارح لقيته. وين لقيتي؟ طلع عامل اكاونت على فيسبوك. ايه وتاكدتي انه هو؟ ايه لانه حاطط صورته عليه. ايه كثير منيح، معناها فيك تبعتي له رساله بتسالي ليش عمل فيكي هيك. صعب ما رح تزبط. ما هو منشان هيك انا بدي اياك تساعديني. اذا طلع من اصدقائي خلص بعمل له بلوك، واذا طلع مشترك بالبيج فان بيج تبعي خلص بقول له للادمن يلغي نهائيا. لا 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 هي القصة مش هيك، هي انه حاطت الادرس تبعه بامريكا، فانا بنظري مسكنا راس الخيط. ايه وانا شو المطلوب مني؟ ميديا انت جوزك مش بامريكا؟ مزبوط. ايه فانا قلت انه يعني انه جوزك يمكن بيعرف لنا شوي تفاصيل وين معقول يكون بيستنبش. ياسمين انت من كل عقلك عم تحكي؟ يعني انت دارسة جغرافيا تاريخ رياضيات معلش؟ امريكا 50 ولاية مو بتجي قد الحارة؟ من باب المعرفة بس. ليك حبيبتي انا بعرف انه امريكا 50 ولاية بس كمان بعرف انه في جالية عربية طويلة عريضة الا ما تعرف بعضها. ايه واساس جوزك براد بيت ومعروف بكل امريكا. ياسمين اللي عم تطلبيه امبوسيبل. ولو ميديا بشرفك لو ما قلي غيرك ساعديني، انت جوزك باي ولاية؟ فيرجينيا. أنا قبلين بفيرجينيا، بلشي من فيرجينيا، خلي يسأل بقلب فيرجينيا. دخلك صحيح نغم وينة؟ هاي اشتقت لك. شو كان عم بيصير معك امبارح؟ حب وغرام. بحبك. ايه بحبك بحبك من 19 سنة لليوم ولساتني بحبك. ايه شو؟ وانا كمان. انت كمان شو؟ دكتور جمانة صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ طمنينا عنك. الحمد لله تمام. ايه مرتاح في المنطقة عندنا؟ كتير حلوة اكتر ما كنت متخيل. طيب الحمد لله. عن اذنك بقى عشان مضطرة اروح العيادة. بصراحة بعرف اللي هياخد من وقتك بس كنت عم فكر انه انا دكتور وجارتي دكتورة وعلاقتنا هيك كتير رسمية ولو اعتبري على القليل انه احنا زملاء مهنة. يعني ايه مش فاهمة انت شايفها غير كده؟ بكرة بنشرب قهوة مع بعض وبفسر لكم نتفاهم؟ اوكي هكلمك. طب ناطرك.
شو؟ بلاقيكي ما نزلت على العيادة؟ نازلة هون، صرت اطمن عليكي الأول. بجنن بأحسن حالاتي. سوري حبيبتي، تفضلي تفضلي. تفضلي حبيبتي، تفضلي قولي. لسه مستنية؟ صدق من امبارح مش عامل ولا لايك ولا كومنت ولا بوست ولا شيء ولا شيء. طيب وعامر؟ شو هو عامر؟ لا يعني خرجتوا مع بعض وصرتوا سهرة جميلة. انه ايه يعني، بس ما بعرف شو صار له، فجأة تغير. تغير يعني ازاي؟ ما بعرف، بس بفتكر من بعد ما عارف انه مجوز وجوزة تركني بيكون غير رأيه. ما زال قلت له انه في عيادة قريبة هون، ما كلف خاطره قال ميرسي. شو بك عم طلع فيك؟ ليك يا حبيبتي، إذا بدك قهوة فوت اعمليها بالمطبخ، بتعرفي البيت بيتك يعني، بس أنا لازم تكون حاضرة بحال كريم طلع أونلاين. لا لا خالص، أنا أصلاً كنت رايحة العيادة، بس قلت أبص عليكي قبل ما أروح. لو عوزتي أي حاجة أبقي كلميني. شو بدي أقول لك يا جمانة؟ بدي أشكرك. ما حدا قدك عم بحس فيي. حبيبتي خلي بالك من نفسك. شو يعني رح كون متزوج؟ ما بعرف، انت أدرى. اي بس انا بحبك بصراحة. اشتريت اثنين بس تخاتمي عم عجبني كتير ونسيته بايدي، مع انه انت اللي لازم تلبسيني اياه. هلا هون بهي الطريقة يعني ما له مهم المكان، المهم الايد اللي بتلبسه. اسمه زياد. لا هو مش حبيبها، بس هي شكلها طابصة فيه على الاخر. كل يوم بعد الظهر بتلغي المواعيد لتظهر معه. ايه بيجي على العيادة وبيقعد عندها بالساعات، والزباين ناطرين برا لبيل ما يبلوا ويفلوا. طنط روز، ولا انا ما قصدي فسد، بس انت سألتيني وانا ما بحب كذب. العيادة بتفتح الساعة 10 للساعة 7. بتحبي تاخدي موعد؟ ايه اوكي يا اهلا وسهلا، شرفتي، باي باي. ايه زبونة جديدة؟ ايه جديدة؟ إيه بعملك نسكافيه؟ يا ريت. على فكرة اوعي تكوني نسيتي تديها ميعاد قبل الظهر، عشان زي ما انتي عارفة بعد الظهر دايما ببقى مشغولة مع زياد طبعا. وين المشكلة يعني؟ وين المشكلة؟ آخر همه يعمل لي بلوك، ما بيأثر. لا يا كريم، لا لا يا كريم، حاطط على فيسبوك سينجل؟ أنا بقول لك شو بعمل فيك، أنا بقول لك يا كريم الزفت، بدي ربيك. ماني مصدق، عم بحلم بهي اللحظة من وأنا صغير. أنا حاسة حالي هلأ بحلم.
بعدك ما عم ترد عليه؟ صار ضايق لي من امبارح شي مليون مرة، وما في غير عم يبعث لي مسجات على الفيسبوك. اوعى تكوني قلتي له اللي خبرتك اياه. مو لرد عليه بالاول؟ شو بعرفني؟ بصراحة أنا هيك كتير متضايقة وماني مبسوطة أبدا، بس يمكن يكون هيك أحسن. مو؟ إيه أكيد أحسن. طيب قليلي، شو ناوية تعملي مع هشام؟ هيدا اللي ما عم بعرفه، لأنه كل ما أحكي بدل ما برر كذباتي عم كذب من كذبة لكذبة. ما بصير هيك كوكي، يعني مو معقول تعالجي كذبة بكذبة تانية أو كذبة أكبر منها. ما بعرف كيف عم بيورطني، امبارح جاب لي المخرجة، بتعرفي لو ما دقت ياسمين كنت علقت فيها للمشكلة أكتر. إيه وبعدين؟ ما بعرف. أنا برأيي خلص، بطلي رد عليه، أو الغي تليفونك كله، ما بقى يعرف عنك شي. آه والله، كل حلول تبعك هيك قدي. حبيبتي هيدا هشام مراد، بتعرفي يعني مين هشام مراد؟ بتحبيه كوكي؟ ايه. الو، هاي لورا. انا بالمعهد العالي، جيت استرجع ذكرياتي. لا ما فيش. انت وين؟ خلص اوكي، انا هروح اعمل شاور وساعة وبرجع لعندك. ما في شي. خلص يلا باي. ادخلي يا نغم. هي يا بنتي، انت كنت فين؟ اتخطبتي؟ يعني هيك شي. طيب يا ستي، ها قولي عملتي ايه؟ المجنونه اللي اسمها ميرنا دي رجعت تكلمني تاني ان هي عايزه ترفع قضيه على المجله. هو الحقيقه انا ما صار معي شي، بس ميديا اليوم بدها تعمل لقاء بالمجله. ايه؟ انت عارفه معنى الكلام ده ايه؟ لو طلعت في المجلة لوحدها هتثبت كل الكلام والإشاعات اللي بتتقال عليها. طب والله ما بعرف، يعني ما قدرت أقنعها، حاولت. اسمعي يا نغم، أنا خطرت على بالي فكرة مجنونة. أيوه الله يستر، الله يستر. هيستر إن شاء الله، بس أنت نفذي اللي هقولك عليه. زبونة جديدة دي؟ نعم، وهدول كل معلوماتها. وخدتي كل المعلومات دي؟ ربنا يرحمك من حشريتك يا بنتي. خليها تتفضل. تفضلي. يعطيك العافية دكتورة. أهلا، تفضلي. اسمي إلهام، عمري 52 سنة. مطلقة وعايشة لحالي، ولادي كلهم تجوزوا وتركوني لوحدي. آخر مرة شفتهم من شي 5 سنين. بشتغل سكرتير بعيادة الدكتور سنين، رغم إنه سناني بدون كتير شغل، بس ولا مرة تجرأت فتحت أمي للدكتور. عادي يعني عندك فوبيا من دكتور السنين زي كل الناس. لا، ما فينا نعتبرها فوبيا بالمعنى الحقيقي. تمام، أنا إيه المطلوب مني بالضبط؟ بدي أعمل تجميل. تجميل لإيه؟ كل شي، بدي اغير فيه كل شيء. بدي شد شفوني واعمل بوتوكس وخدودي وصدري واشفط بطني. اوف اوف، كل ده؟ انا حسب ما عرفت ان انت عايشه لوحدك، يعني لمين كل ده؟ انا اسفه يعني على صراحتي. بالعكس ما تعتذري، لاني انا مره وحيده عم بعمل كل هالشيء لحالي. دكتوره بدي اطلع بالمرايه شوف الهام جديده، ولو بيصير لي غير اسمي ما بقصر. دكتوره فيك تساعديني؟ طبعاً.
انا اللي اقدر اساعدك. ميديا ميديا سمعت سمعت يا هلا اهلا وسهلا فيكم. ما هي بنصور. اهلين يا هلا فيك. وانا اعرفكم على نفسي، انا مريوم جارتها لميديا، انا ساكنه هني ها الباب على الباب. ايه والله معناتها لما ناخذ كم كلمه منك اكيد كل اسرارها عندك. افا عليك حاضرين. تفضلوا تفضلوا. يلا تفضلوا. سلام. انت شو عم تعمل هون؟ ليه ما عم تردي علي؟ بصراحة ايوه انا بس بدي الصراحة. تفضلي. كتير بهمك؟ اكثر مما بتتخيلي. بس انا ماني حابة ازعجك. تزعجيني الي؟ ما أنا اللي عم حاكيكي. شو عم تحكي أنت؟ طارق ما في داعي لهي المجاملات وهذا الحكي. خلص يعني إذا أنا برأيك أنه هيك علاقة عابرة ومثلي مثل باقي كل البنات اللي بيمرقوا بحياتك خلص بكفي. خلينا رفقات على الفيسبوك وعلى الإنترنت وبس. ما في داعي أكتر من هيك. في أعرف ليه عم تعمليني بهي الطريقة؟ اي طريقه ديانا اللي بعرفها ما بتشبهك. اذا بدك اساسا انا اكتشفت انه نحن طلعنا ما بنعرف بعض. انت على اي اساس بتبني اكتشافاتك؟ على اساس انك دنجوان عصرك وملك زمانك، وعلى اساس انه انا رح اكون رقم من بين الارقام اللي عندك. لحظه لحظه. جمعتنا الصدفة وصرنا